السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع الدرس الأول من الوحدة الرابعة، كتاب التمارين. عنوانه عندنا نص قراءة آيلم، عندنا قبله قسم تحضيري، هذا هو القسم التحضيري. طبعا نكمل الجدول، بعد هذا عندنا تمارين ونكون قد انتهينا، كله عبارة عن صفحة واحدة غالبة، أليس كذلك؟ نعم. بكي نبدأ. بنيم دنيام عالمي أنا، أول شيء آيلم عائلتي. نعم، هزلك جاش مصر العمل التحضيري يقول لنا أكمل هذا الجدول. طبعا بان تصبح بنيم، سنين أصلها سان كما نعرف، أو يعني له، أنون تصبح أو نون، يوجد حرف لين أيضا. بكي بيز تصبح بزم، نكتبها قربها توفيرا للأحرف. نعم، بي زيم. طيب هكذا كبير، بي زي بزيم. سيزين أصلها سيز، سيز أنتم، سيزين لكم، أونلر هم، أونلرن لهم. طبعا هذه يجب أن نكتبها هنا، لكن أنا اختصارا للوقت أكتب هكذا. بيكي إيفيت. الآن نكمل مثلا مع كلمات بنيم، أنيم، أمي. مثلا مع أمك كيف تصبح سنين؟ نعم، أنين، هكذا نكتب أ ن سنين أنين. مثلا أنون أنسي، أمه أنون أنسي. بكي أنميز ماذا نكتب في بدايتها؟ بزم أنميز، بزم بزم أنميز، بزم ليست بزيز، عفوا. نعم بزم النمز. التالية مثلا النمز أمكم، ماذا نقول؟ أمكم أنتم سيزن، سيزن، سيزن النمز أمكم. أنلرن أمهم، أنلرن النسي أمهم، إذا كانوا هن الأخوة منقول أن، نعم النسي، لا إله إلا الله، ماذا حل بالقلم؟ نعم أني سي. إذا كانوا أولاد امرأة واحدة يعني أمهم واحدة، إذا كان لهم عدة أمهات نقول أمهاتهم أني لاري. بكي أنلرن أني لاري، هكذا نكون قد انهينا التمرين. هلأ الآن شمدي شيء باشليورز أكوما متنيني باشليورز سنرا سرولارنا جوزيورز. بكي هذه أكوميا باشليالم. بني مدم بتول، بني مدم بتول، بني مدم بتول. Ben 22 yaşındayım. Ben 22 yaşındayım. Umri 22 sene. Ben İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyim. Ben İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyim. Ana talibetun fi camiati İstanbul. Benim büyük ve mutlu bir ailem var. Benim büyük ve mutlu bir ailem var. Benim li büyük ve mutlu bir ailem. Ailetil büyük ve mutlu. Büyük kebira mutlu. سعيدة، عندي عائلة كبيرة وسعيدة. دادم بابا أنيم، أنيم بابام وكاردشلريم هب برابر يشيورز، هب برابر يشيورز، هب برابر يشيورز، نعيش كلنا معا، هب برابر كلنا معا يشيورز نعيش. من واحد دادم، اثنين بابا أنيم، دادم جدي، بابا أنيم جدتي، أمه أبي، أنيم أمي أبي، بابام كاردشلريم إخوتي، جدي وجدتي أم، جدي وجدتي أم أبي وأمي وإخوتي وأبي، كلنا نعيش معا. دادام بابا أنيم، أنيم بابام وكاردشلريم هب برابر يشيورز. بكي بنجي باراجراف بتي، شمدي إكنجي باراجراف أجيشلم. الآن ننتقل إلى المقطع التالي. بيز دورت أركادشز، بيز دورت كاردشز، نحن أربع كاردش، أربع إخوة. بيز دورت كاردشز. بنيم بير أبلام، بير كز كاردشيم، وبير إركيك كاردشيم وار. إذن بنيم بير أبلام، بير كز كاردشيم، أختي أكبر مني وأختي أصغر مني، وبير إركيك كاردشيم وأخ ذكر أصغر مني. إذن عندي أخت كبيرة وأخت صغيرة وأخ صغير. بنيم بير أبلام، بير كز كاردشيم، وبير إركيك كاردشيم وار. نكمل. أبلامن أدي سونا، أبلامن أدي سونا، اسم أختي سونا الكبرى. أبلام 25 yaşında،
ablam 25 yaşında ve evli. Uhti umruha 25 sene ve evli ve mutezavvice. Ablamın bir kızı var. Ablamın bir kızı var. Uhti indaha bintun, yani mutezavvice ve indaha bint, bir kızı var. Ablam diş doktoru. Ablam diş doktoru. Uhti tabibetu esnan. Kız kardeşimin adı Özlem. Kız kardeşimin adı Özlem. İsmu uhti Özlem ve 19 yaşında. Ve 19 yaşında. İzen uhti Özlem umruha 19 sene. Özlem üniversite 1. sınıfa gidiyor. İzen Özlem üniversite 1. sınıfa gidiyor. Tezhebu ile. A gidiyor. إلى أين تذهب؟ تذهب إلى الصف الأول في الجامعة. إذا أزلم تذهب طالبة سنة أولى في الجامعة. Erkek kardeşimin adı Mert. Erkek kardeşimin adı Mert. اسم أخي الذكر Mert. أو اسم أخي Mert. الأصغر مني. Mert 15 yaşında ve lisede öğrenci. Mert 15 yaşında. Mert عمره 15 سنة ve lisede öğrenci. وهو طالب في الليسة، يعني طالب ثانوية. بكي الآن نصغر الخط قليلا حتى نستطيع أن نكمل المقطع التالي. بابا من أدي أدنان. بابا من أدي أدنان، اسمه أبي عدنان. بابام محاسبجي. بابام محاسبجي. أبي محاسبجي، محاسب. أو بير بانكادا çalışıyor. أو çalışıyor، هو يعمل. نerede çalışıyor؟ أين يعمل؟ بير بانكادا، في بنجن. بابام 45 yaşında. بابام 45 yaşında. عمره أبي 45 سنة. بابامن هيج كارديشي يوك. معقول؟ أظن فيها غلط. أختها عمرها 25، أبوها عمره 45. إذن والدها تزوج وعمره 20 سنة. ها، ليس فرق. نعم. بيكي بابام 45 yaşında. لا، والدها تزوج وعمره 19 سنة. عمره 20 سنة إجته بنته الأولى، فمشان هيك صار عمر بنته 25 سنة. بكي بابام 45 يشندا. بابامن هيج كارديشي يوك. أبي ليس عندي، ليس عنده إخوة. بابامن هيج كارديشي يوك. المقطع التالي مضطرين نصغر الخط لأني إفيت أويلا. بكي دوام ديورز. أني من أدي فيليز. أني من أدي فيليز. اسم أمي فيليز. أنّم ده محاسبجي. أنّم ده محاسبجي. أمي أيضا محاسبة. أنّم بابام. أنّم وبابام أين بنكدا çalışıyor. أنّم وبابام، أمي وأبي أين بنكدا çalışıyor، يعملون في نفس البنك. أنّم 42 yaşında ama çok genç görünüyor. أنّم 42 yaşında. أمي عمرها 42 سنة. نعم. ama çok genç görünüyor. Annemin iki kız kardeşi ve bir erkek kardeşi var. Annemin iki kız kardeşi. Ummi indaha iki kız kardeş. Uhtani asgar minha. Ve erkek kardeşi var. Bir erkek kardeşi var. Ve ah asgar minha. الآن أمها عمرها 42 سنة. إذن حتى يكون عندها بنت عمرها 25 سنة يجب أن تكون قد تزوجت وعمرها 15 سنة. أليس كذلك؟ تزوجت عمرها 15 سنة، أنجبت البنت الأولى وعمرها 16 سنة. 16 26 16 بعد 20 سنة، يعني بعد 25 سنة 16 و25 16. نعم أنا أحسب وأعود. نعم أمها تزوجت وعمرها 16 سنة حتى صار عمرها 17، جابت البنت الأولى وبعد 25 سنة صار عمرها 42. بكي دوام ديورز، يعني النص غير منطقي، أو غير منطقي وفقا لواضعين النص، لأنهم لا يقبلون بأن تتزوج واحدة بهذا العمر. لكن دوام ديورز بيز. بكي ددمين أدو أمر. ددمين أدو أمر. عمره، عفوا، اسمه جدي ددمين أدو أمر. أو إمكلي أورتمن. أو إمكلي أورتمن. إمكلي كلمة مهمة جدا، متقاعد. هو مدرس متقاعد. أو إمكلي أورتمن ددم 75 yaşında. Dedem 75 yaşında. Umru ceddi 75 sene. Ve çok sağlıklı. Ve huve sıhhiyun cidden. Yani yaşa hayat sıhhiye. Baba annemin adı Hatice. Baba annemin adı. İsmu ceddeti Hatice. Baba annem ev hanımı. Baba annem ev hanımı.
جدتي ربة بيت سيدة منزل. نعم و 71 yaşında ve 71 yaşında ve umruha 71 sene. Peki el cümle el mıkta el akhir. Benim ailem elbette bu kadar değil. Benim ailem elbette bu kadar değil. Taban aileti leyset hakeza fahasb. Elbette taban bu kadar ila hadi derece değil. Leyset bihazel kadir yani. Yani hiye akbar. Benim anneannem, dedem, teyzelerim, dayım ve kuzenlerim var. İzen, indi anneannem, ceddeti ummi, dedem, ceddi abu ummi, teyzelerim, halati, dayım, hali, kuzenlerim, evlad amamim, evlad ammati, evlad akhvali, evlad halati, naam var. Nu'id hadi cümle. Benim anneannem, dedem, teyzelerim, dayım ve kuzenlerim de var. ده var ده يعني أيضا. بكي ده معناها أيضا ومعناها في ومعناها قل تأتي بعدة معاني حسب السياق. بكي دوام ediyoruz biz. Ben çok şanslı. Ben çok şanslıyım. Ben çok şanslıyım. أنا محظوظة جدا. Çünkü büyük ve mutlu bir ailem var. Çünkü büyük büyük ve mutlu bir ailem var. لماذا أنا أتخيل أن المتحدثة هي فتاة؟ لأنها قالت بني أظن بتول طبعا. بكي الآن بعد أن هينا قراءة النص ماذا نفعل؟ نابرز تكرار أنو أكيورز أنجا وإشارة لريس اليورز ثم نبدأ بالقراءة. حتى لو لم نمحيها يمكن لكان أفضل لأنها تساعد على الفهم. طيب بكي باشلي يلم نكبر هكذا. إيفيت أيلم بني أظن بتول بني 22 yaşındayım. Ben İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyim. Benim büyük ve mutlu bir ailem var. Dedem, babaannem, annem, babam ve kardeşlerim hep beraber yaşıyoruz. Biz dört kardeşiz. Benim bir ablam, bir kız kardeşim ve bir erkek kardeşim var. Ablamın adı Suna. Ablam 25 yaşında ve evli. Ablamın bir kızı var. Ablam diş doktoru. Kız kardeşimin adı Özlem ve o 19 yaşında. Özlem üniversite 1. sınıfa gidiyor. Erkek kardeşimin adı Mert. Mert 15 yaşında ve lisede öğrenci. Hemen. Babamın adı Adnan. Babam muhasebeci. O bir bankada çalışıyor. Babam 45 yaşında. Babamın hiç kardeşi yok. Annemin adı Filiz. Annem de muhasebeci. Annem ve babam aynı bankada çalışıyor. Annem 42 yaşında ama çok genç görünüyor. Annemin iki kız kardeşi var ve bir erkek kardeşi var. Dedemin adı Ömer. O emekli öğretmen. Dedem 75 yaşında ve çok sağlıklı. Baba annemin adı Hatice. Baba annem ev hanımı ve 71 yaşında. Benim ailem elbette bu kadar değil. Benim anneannem, dedem, teyzelerim, dayım ve kuzenlerim de var. Ben çok şanslıyım. Çünkü büyük ve mutlu bir aile. Çünkü büyük ve mutlu bir ailem var. Peki bu metni okuduk. Peki şimdi sorulara bakalım. Sorulara cevap verelim. Linu'ti ecube al esile. Diyor ki cevapları ver. A'ti ecube. Cevapları ver. İşaretleyelim. Afwan, afwan, afwan. Diyor ki hangi soruların cevapları var? Ma hiye el esile leti yujad leha ecube? Fakat nada işare. Yani ıza kan sual lehu cevap nada işare huna. Peki. Betulun kaç kardeşi var? Betul kem ahı عندها? Hal hada mevcut cevabı fi ders? Evet, قالت kem ahı عندها. Peki. Betulun evi nerede? Ayna beytuha? Hal قالت ayna beytuha? Hayır. O zaman işaret koymuyoruz. İzen la nada işare. Peki. Betulun kardeşleri kaç yaşında? Betulun kardeşleri, ihvet Betul kaç yaşında? Kem umruhum? قالت kem a'maruhum? İzen vada'na işare huna. Peki. Betulun babaannesi kaç çocuğu var? Betul'un babaannesi
جدة بتول أم أبيها كاتش تجوار كم ولد عندها؟ هذا السؤال هل يوجد جوابه؟ يعني أنا هل قالت أبوها كم أخ عنده؟ بابا من أدا أدنان بابا محاسبجي نعم نكمل بنقدر تشيور هيج كارديشيوك. إذا ذكرت أن أباها ليس عنده إخوة أليس كذلك؟ إذا قالت أن بابا أنسي جدتها أم أبيها عندها ولد واحد وهو أبيها أبوها لأن أبوها ليس عنده إخوة وزمان دوره يعني هذا السؤال له جواب. مرت كاتشنجي صنفا جديور مرت يذهب إلى أي صف؟ هل ذكرت هذا؟ مرت هو أخوها أليس كذلك؟ مرت يذهب إلى لسا لسا ذا أورنجي قالت أنا طالب في الثانوية لكن كم صف؟ صف أي صف؟ كاتشنجي صنفا؟ هل قالت كاتشنجي صنف؟ صف أول ثاني ثالث رابع خامس سادس ما قالت وزمان إشارة كويميروز لا نضع إشارة çünkü bu sorunun cevabı yok. لأن هذا السؤال ليس له جواب درسته في الدرس أو متنده في المتن. Peki altıncı soru السؤال السادس بتولون دايسي كيم من هو خالو بتول؟ هل ذكرت من هو خالها؟ لم تذكر. O zaman işaret yazmıyoruz. Peki. إذن لا نضع إشارة. بتولون annesi nerede çalışıyor؟ أين تعمل أم بتول؟ هل ذكرت؟ نعم ذكرت. بتولون annesi bankada çalışıyor. O zaman bu sorunun cevabı var. نضع إشارة. بتول نيردا أوكيور أين تدرس بتول؟ هل قالت لنا بتول أين تدرس؟ قالت لنا أنها تدرس في الجامعة إسطنبول يونيفرسيتي سيندا أورنجيم قالت. قالت أنا أدرس في جامعة إسطنبول. وزمان نقول لها أهلا يا زميلتنا. بوسرون جواب وار. إسطنبول يونيفرسيتي. بكي. بتولون إيفيندا كاتش كيشي وار. كم شخص موجود في عائلة بتول؟ هل ذكرت؟ نعم ذكرت. قالت أبي أمي جدي جدتي و أنا وإخوتي ذكرت يعني إذا عددناهم نستطيع أن نعرف الجواب وزمان نضع إشارة أن هذا السؤال جوابه موجود أنونجو سورو بتولون أركادشلر كيم أركادشلر هل تحدثت عن أركادشلر أصدقائها؟ هير وزمان إشارة كويميورز بكي أفت بو سورو يا جواب فيرديك بكي سوركي سورو Bu pratiği yaptık. Amelna hada temrin. Yaqul lana aşağıdaki cümlelerde doğru ise de yanlış ise ye yazalım. İmma naktub de ve imma naktub ye. Sah ou hata. Betulun betul evin ikinci çocuğu. Betul hiya al tıfla thaniye fil beyt. Sah ou hata. Bence doğru. Neden? Bir rayi sah. Limada? Liannaha qalet indi abla vahida vel bakiye kulluhum kardeş kardeş. Leysa indaha illa abla ve leysa indaha abi. İzen hiya thaniye. Peki, Betul'un ablası bekar. Iht Betul el-Kabira bekar. Azbe, sah am hata? Yanlış. Ihtuha, diş doktoru, evli ve bir çocuğu var. O zaman yanlış. Leyset azbe, mutezavuca, evli. Betul'un ağabeyi var. İndaha ağabey, indaha akber minha. Hala indaha akber minha? La. Erkek kardeşi var ama ağabeyi yok. Ağabeyi yok. O ağabeyi yok. O zaman yanlış. Peki, Betul'un annesi ve babası aynı yerde çalışıyor, doğru mu? Evet, doğru. Çünkü o dedi ki, annem ve babam aynı bankada çalışıyor. يَعْمَلُونَ فِي نَفْسِ الْبَنْجِ Yani aynı yerde, فِي نَفْسِ الْمَكَانِ Peki, valla cüz maykonu فِي نَفْسِ الْمَكَانِ Cüz, belki annesi bir dalda, babası başka bir dalda. اُمُّهَا فِي فَرْعٍ وَأَبُوهَا فِي فَرْعٍ آخر Mesela. Annesi bir binada, babası başka bir binada olabilir. Mümkün en yekun abuha fi bina ve ummuha fi bina akhar ma'annahum ya'maluna fi nafsil bank. Lakin bi şekil am, nakul fi nafsil makan. Peki, Mert, li'annana la nastati' an nakul annahum ya'malun fi makan muhtelif. Lem yettekul lana annahum fi makan muhtelif. Qalet lana ya'malun fi nafsil bank. Peki, Mert, evin en küçük çocuğu. Mert, azgar veled fil beyt. Leyse kezalik, men huve azgar veled fil beyt? دادام أنم هل ذكرت من هو أصغر ولد؟ مرت أم بيش يشنده إذن مرت أصغر واحد بعد ما ذكرت مرت ذكرت البابا وهكذا وزمان مرت إفت دورو نيازرس دي يازرس هذا حرف الدي بكي بتولون هالص وأمجس وار عندها عمة وعم دورو مو؟ إفت دورو Halaları ve amcaları var. İndaha ammatu halat. Leyse kezalik? Qalet. Hâza leyse hâza fakat.
دايق، هل عندها عمات؟ benim anne annem dedem teyzelerim dayım kuzenlerim var. ما عندها أعمام. يا ما عندها أعمام. قالت أبي تك تشوجوك، أليس كذلك؟ قالت أبي وحيد ليس عنده إخوة. أين بابام؟ بابام هيتش كارديشيوك، أبي ليس عنده إخوة. إذا ليس عندها أعمام. بتولون هالصفة أم جسفار هير يانلش يوك. كدنا أن نحل السؤال خطأ. يانلش يوك. بكي soruları cevapladık, dersi çalıştık, tercüme ettik, iki defa okuduk. قرأنا الدرس حللناه يعني قرأناه مرتين ترجمناه. الآن سيز شمدي سيز بو متني دفترة يزارسنز. الآن أنتم هذا المتن تكتبوه على الدفتر و يكسك سيسلا 3 دفع وكيورسنز وتقرأونه بصوت عالي 3 مرات حتى تتمكنوا من استخدامه في حياتكم اليومية. بويلجا جنلوك حياتا kullanabilir olursunuz, kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yeten bu enfusikum. Sağlıkta kalın. Kunu bir sahacayı da daimen. Allah'a emanet olun. Bi emanillah. Ve görüşmek üzere. İlel liqa.